فواز فرنانديز. محمد علي. You know the rules. We will have a clean fight. Obey my commands. Protect yourself at all times. Touch up. Let's fight. Let's go. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم معنا في أول نزال لهذه الليلة، طبعا بين اللاعب فواز فرنانديز ومحمد علي لوزن تحت 56 كيلوغرام. بدأ الحكم النزال، تبدأ الآن قياس المسافة ويبدأ ترقب من اللاعبين. طبعا لكمات فواز مندفع باللكمات، يا سلام باك فيست جميلة من فواز، يرجع عليه فيها بلكمة كاونتر أتاك محمد. فواز ياخذ اللعب للوضعية الأرضية، ينزل تيك داون. محمد علي يسوي حركة الخنق، ولكنها حركة يبدو أنها غير كاملة. فواز بحاول أن يرجع اللعب للوضعية الوضعية الوقوف. محمد قام في فواز، جميل فواز سيطرته في الأرض. أيضا مرة أخرى فواز يأخذ اللعب للوضعية الأرضية. راح نشوف الحين، يا سلام فواز صراحة مسيطر في التيك داون على محمد في الأرض. طبعا محمد هو لاعب ملاكم وصار له فترة بيتعلم الجوجيتسو فترة قصيرة. طبعا هذه لعبة فئة المحترفين في منظمة قتال المحاربين، الجراوند اند باوند أو الضرب على الوجه في الوضعية الأرضية هو غير مسموح. الضرب كلياته راح يكون على الجسد. تلاحظ انه بيحاول الحين يمسك ايده، احتمال ياخذ كسر. اي طبعا احنا في فئه المحترفين ما في ضرب على الوجه. نعم، في الوضعيه الارضيه طبعا تحت ما في ضرب على الوجه، فيحاول يضرب هو على الصدر على الجسم حتى يتمكن من يمسك ايده او كذا، بحيث انه ياخذ محاوله الكسر. ولكن باعت في الفشل، استعجل هو انه يصعد فوق. شوف طبعا محمد، تلاحظ محمد علي مسيطر فوق من مصلحته انه يلعب فوق. لا الحين نزل لاعب فواز حق الارضي، تلاحظ ان فواز حاول يتخلص لانه مو قادر يوقف قباله فوق، بيحاول انه ينزل وياه يلعب تحت. واللاعب محمد علي بيحاول يشيل الخنق، ياخذها محمد. ظاهر انها وضعيه محاول، ولكن وضعيه مو ماسك صح، وضعيه مو صحيحه، ولكن يخاف يفلت ان هذاك يصعد فوق. تمام، مشت معاه الحركه، كان ماسك صح. ما كنا متوقعين من محمد ابدا، ما كنا متوقعين منه صراحه انه يكون صار صراحة ممتاز في الارض لهذه الدرجه. في الدقيقه الثانيه تمكن يغلبه في نفس اللعبه اللي هو يختص فيها. محمد تمكن الفوز على فواز بنفس اللعبه اللي يختص فيها فواز فنلانديز. شيء جميل انه ياخذه في تخصص غيره. مبارك اللاعب محمد علي في وضعيه الخنق. اولا تكريم البطل فواز فرنانديز، تحية للبطل. والآن تكريم أول بطل لهذه الليلة، محمد علي. طبعا نفس ما شفنا في النزال، بنبارك بالبدايه للاعب محمد علي على فوزه. طبعا ابارك
فواز فرنانديز، لأنه طبعا فواز بنظري وبنظر الجميع ما خسر، هو مقاتل ومقاتل جيد جدا. طبعا الام ام اي مش شرط دائما اللاعب المنتصر هو اللاعب الفائز، هو اللاعب اللي يكسب احترام الجميع، وفواز كسب احترام الجميع. وهذه لعبة الام ام اي. شو رايك في النزال سعود؟ طبعا صالح نفس ما شفنا النزال، طريقة انتهاء المباراة كانت غير متوقعة، مو النتيجة لا، طريقة انتهاء المباراة كانت غير متوقعة. نفس ما شفنا ان انتهت المباراة لصالح، طبعا البطل صار بطل الوزن الحين، ما نقول محمد علي صحيح. نقول البطل محمد علي نهى المباراة بأرضي، وهالشيء كان غير متوقع. طبعا انا برايي ان الالعاب القتاليه ما فيها لعبه قويه، ولكن فيها لاعب قوي. فواز قد يكون اخطا خطا، محمد عرف يستغل هذا الخطا، محمد جهز على نقطه ضعفه اللي هي اللعب في الوضعيات الارضيه في الفتره السابقه، وهذا الشيء كثير فاده. ولكن خليني اعقب على النزال من ناحيه السترايك في البدايه اللي بدا فيه فواز. فواز كان شوي مندفع. صح صالح، لاحظنا الشيء، كان بداية جدا قوية منه، ولاحظنا لاعب محمد علي قدر يسيطر، كان أو شيء متراجع، بس أنا أعتبره أنه كان خبرته ساعدته وايد بالنزاع. صحيح، محمد علي كان بيبحث عن الكاونتر أتاك، يمكن ما انتهت المباراة نفس ما محمد علي كان بده، ولكن أنا برأيي أن أي لاعب يدخل في النزال مش شرط يفوز بطريقة، ولكن هو بيبحث عن الفوز سواء بلعبته أو بأي لعبة تانية سواء إذا صارت له الفرصة. طبعا نفس ما شفنا هو كان معتمد محمد في البداية على الكاونتر أتاك، يمكن هذه أضعفت توازن فواز، فبالتالي فواز لما نزل أخذ الدبل تيك داون لمحمد، يمكن أخطأ، أعطاه منطقة الرقبة اللي بيستخدمها أي لاعب بيعرف في وضعيات الأرضية في عملية الخنق. صح صح، لاحظنا، وأنا أعتبر أن لاعب محمد علي كان بين تجهيزه كان جدا قوي، نفس ما قلنا أن محمد علي بدأ يجهز حق الأرضي بعد ما وقع عقده مع الجي اف سي، وكانت الفترة جدا مو طويلة الفترة، كانت صالح لو تذكر كانت تقريبا 3 أشهر أو شهرين. صحيح، وهالفترة هذه بالنسبة حق إعداد لاعب جدا صعبة. طبعا الحين أبارك لللاعبين، طبعا نفس ما حكيت أنه اللاعبين تحولوا الآن من لاعبين في لعبات معينة، صاروا لاعبين في الام ام اي أو الميكس مارشال آرت. طبعا انا ما بتكلم انهم بيلعبوا اسلوب الميكس مارشال ارت، ولكن صاروا ملمين في اكثر اللعبات اللي بتساعدهم لخوض مثل هذه النزالات. الان خلينا نشوف تقرير بتكلم عن مقابلات مع اللاعبين في بعد البطوله. طبعا راح نشوف الروح الرياضيه اللي موجوده، يعني احنا ما بنحث، او بطولاتنا ما بتحث فقط على العنف، ولكن انت الحين راح تشوف سعود، راح يشوفوا معانا الجمهور من خلال التقرير القادم، انه كيف في محبه واللاعبين خصوم فقط داخل القفص، ولكن هم اخوان واصحاب برا القفص. خلينا نشوف هذا التقرير. اللاعب اللي فاز بالبطوله الاولى محمد علي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شلون كان شعورك بالمنافسه؟ والله كنت مرتاح الصراحه، بس كان عندي شويه توتر. بس يعطيك العافيه والف مبروك على الفوز. الله يخليك. يعطيك العافيه وهارد لك على الخساره. الله يعافيك. عادي يلا. شلون كان شعورك؟ عادي، يعني شعور حلو عشان صاحبي وعزيز علي، صح انه لعبوا وضربنا بعض وكل شيء، بس بنضل اخوان برا الحلبة. مبروك. الله يبارك فيك حبيبي.